الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في مجلس الشورى وهو يحتفل هذا اليوم بافتتاح أولى سنوات دورته السابعة ضمن مسيرته المتجددة في تاريخ بلادنا العزيزة. خادم الحرمين الشريفين، مع مشاعر البهجة والسرور ووسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر، يتشرف مجلس الشورى اليوم برعايتكم حفظكم الله لتفتتحوا على بركة الله بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس تضاف لمراحل سابقة أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية في الدولة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة. خادم الحرمين، إن مسيرة التنمية والبناء التي تقودونها رعاكم الله بكل حكمة واقتدار ما هي إلا إحدى معالم هذا العهد الزاهر وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد الطيبة، وها هي الإنجازات والعطاءات لشعبكم الوفي تتوالى يوما بعد يوم، وقد أعلنتم رعاكم الله عن إطلاق رؤية المملكة 2030 التي رسمتم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية من أجل المضي قدما نحو دولة رائدة في كافة المجالات. وعلى الصعيد الخارجي تتنامى ولله الحمد يوما بعد يوم مكانة المملكة العربية السعودية، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية بما تتخذه المملكة بتوجيهات مقامكم الكريم من مواقف مشرفة وسياسات معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم. خادم الحرمين الشريفين، تتفضلون اليوم بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لأعمال مجلس الشورى، ويطيب لي أن أعرض لمقامكم الكريم أن مجلس الشورى أنجز في السنة الماضية وهي السنة الرابعة من الدورة السادسة جملة من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقا لاختصاصاته التنظيمية والرقابية. كان نتاجها 186 قرارا، وذلك على النحو التالي: 20 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح، 67 قرارا تتعلق بالتقارير السنوية، 85 قرارا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، 5 قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، قراران يتعلقان بالاستراتيجيات والخطط، 7 قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء. ومن أهم المشروعات مشروعات الأنظمة التي درسها المجلس تعديل على نظام العمل تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازات، وتعديل على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم. أما مشروعات الأنظمة التي درسها المجلس فمنها مشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام، وهو مشروع النظام الجنائي للاعتداء على المال العام. خادم الحرمين الشريفين، استشعاراً لأهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة، وتعزيزاً للدور المشترك للأجهزة مع مجلس الشورى ووفق نظامه المناط به، فقد حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة
إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة، وذلك لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها. كما عمل المجلس على مواكبة رؤية المملكة 2030 سعياً منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، حيث قام المجلس بتعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة ومتفقة مع أمركم الكريم بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة. واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة ولمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله. واستمراراً للنهج السياسي الحكيم الذي تتبناه المملكة العربية السعودية في علاقتها الخارجية، واصل مجلس الشورى عمله الدبلوماسي البرلماني الذي حقق على مدى السنوات الماضية بفضل الله ثم بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المبارك نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة، وكذلك مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية، أو من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤول وأعضاء المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال ما يتم من الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول. كما كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبناها المجلس دوراً في بيان الجهود التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية. وعمل المجلس أيضاً من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة وعبر قنوات عدة على إيضاح خطورة قانون جاستا الصادر من الكونغرس الأمريكي وما يشكله من تهديد واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول. خادم الحرمين الشريفين، وقبل الختام اسمحوا لي أن أؤكد لمقامكم الكريم أن هذا المجلس ماض بعون الله ثم بفضل ما تولونه من دعم وتشجيع في خطواته الرامية إلى تحقيق ما تتطلعون إليه ويتطلع إليه المواطنون في شتى أنحاء المملكة. ويسرني أن أقدم وافر الشكر وجزيل الامتنان لزملائي المسؤولين في المجلس ولجميع الأعضاء في الدورة السابقة على ما بذلوه من جهد كبير، وأرحب في هذا المقام بزملائي أعضاء المجلس في هذه الدورة الجديدة مهنئاً لهم هذه الثقة الملكية الغالية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم، وأجدها فرصة ثمينة لأجدد الشكر لمقامكم الكريم ولسمو ولي العهد ولسمو ولي العهد على ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام. كما أشكر أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة المختلفة على تعاونهم مع المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها فضله وكرمه، وأن يحقق ما يصبو إليه الجميع من آمال وتطلعات، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.